اهلا بيكم النهارده. انا عارفه ان كل ام جديده بتبقى محتاسه وخايفه ومش عارفه ايه، ونفسها اكيد ترضع ابنها طبيعي وبطريقه صحيحه. خلينا اقولك في الاول ايه الحاجات اللي انت محتاجه تشتريها وتكون جاهزه عندك عشان تستعدي لعمليه رضاعه طبيعيه ناجحه وسعيده. اول حاجه، لا مفر ان يكون في بامب او مضخه، سواء كانت المضخه دي تكون مانيوال. يعني مانيوال يعني ايه؟ يعني انت اللي بتتحكمي في قوه الضغط بايديكي، او تكون المضخه دي كهربائيه اللي هي الالكتريك بامب. الكهربائيه دي الفرق بينها ان بيبقى فيها سرعات بتزودي وتنقصي حسب راحتك وحسب سرعه تدفق اللبن. طبعا دي ميزتها انها بتكون اسرع وبتضخ كميه اكبر من اللبن. كمان لازم يكون معاكي الاكياس بتاعه تخزين اللبن، دي بيكون فيها مكان للتاريخ والكميه اللي تخزن فيها اللبن، ولازم طبعا تكون محكمه الغلق علشان تمنع دخول اي بكتيريا او هواء وبالتالي يفسد اللبن اللي متخزن ده. رابع حاجه يكون معانا disposable pads اللي هي الواقيات، حاجات بتمنع تسرب اللبن على الملابس وتحطك ممكن في مواقف محرجة، دي بتستخدم لمرة واحدة وبعد كده بتتخلصي منها. في منها نوع تاني بيبقى واشبل او بيتغسل، ده برضو بتحطيه على السد، بتتأكدي ان يكون في مادة مضادة للبكتيريا عشان تمنع البكتيريا انها تنمو عليه وتسبب لك التهابات. كمان في حاجة مهمة قوي، حاجة اسمها نيبل فورمر، او ان هو بيساعد على بزوغ الحلمة، ده حتى ممكن تستخدميه وانت في اواخر الحمل، ده بيساعد كده بتحطه كده بالشكل ده وبيساعد على ان الحلمة تبرز لبره، خاصة لو كنت ام لاول مرة. في حاجة تانية برضو بنستخدمها اللي هي لما بيكون في تدفق مش تدفق للبن، في تشققات للحلمة وانت مش قادرة تستحملي احتكاك الملابس بالحلمة، فبنحط الواقي للحلمة ده ومسته ده ان هو فيه اخرام، الاخرام دي بتساعد على التهوية وان يحصل تهوية مناسبة ويمنع تراكم البكتيريا على السد. كمان في حاجة بتبقى لطيفة قوي اسمها ميلك كولكشن شيل، دي برضو حاجة من اللي بتمنع التدفق بتاع اللبن، بيكون في اخرها هنا كده في خرم، بعد ما بيكون حصل شوية لبن اتجمع فيها. كمان ده مش بيترمي زي لما بتدس في البادز خلاص بتضطري ترمي او تغسلي الباد، لا هنا ممكن تجمعيه وتديه وتستفيدي منه وتديه للبيبي. في بقى حاجة مهمة جدا لازم تبقى موجودة معاكي اللي هي البريست كوفر، اللي هو بيساعدك على انك ترضعي في الاماكن العامة، عندك ضيوف في البيت، بترضعي في العربية، في اي مكان بدون ما تكوني محرجة او مكسوفة. كمان في كريم بيورلان اللي هو كريم لمنع تشققات الحلمة، بيستخدم كحاجة وقائية طبعا بالاضافة الى الوضعية الصحيحة للحلمة، ده بيساعد وبيكون معمول من مواد مرطبة وبيمنع التشققات. كمان حاجة مهمة قوي، لازم نستخدم اندروير يكون قطنية وتكون واسعة وفضفاضة. كمان في حاجة مهمة خاصة لو انت هتنزلي الشغل او هتسيبي البيبي لفترات طويلة او قصيرة، لازم البيبي يتعود ان هو يشرب من بيبرونة، بس خلينا نقول مفيش بيبرونة ولا تيتينة قبل 40 يوم عشان تكون الرضاعة الطبيعية استابلت وبقت خلاص مستقرة والطفل بيعرف يرضع ونمنع اي اضطراب للحلمات. البيبرونة دي فايدتها ايه؟ مش هندي فيها لبن صناعي، دي هندي فيها اللبن المتشفط من ثدي الام. طيب ايه اللي لازم تكون الميزات بتاعتها؟ لازم تكون بتحاكي نظام الرضاعة الطبيعية من الام، بتكون شبه الحلمة بتاعت الام، بتمنع ان هو يكون اللبن ينزل بسرعة زيادة بيشرقه ولا هو بطيء فيضايقه. فميزة هنا كلمة بتاعت ميديلا ان هي بتأدي الى تدفق اللبن بطريقة سهلة، وان الطفل هو اللي بيكون متحكم فيها. وطبعا لازم ان البيبرونة تكون معمولة من البي بي اي فري، دي لازم تأكدي كده انها فري من المادة دي، لان المادة دي البلاستيك ده بيكون خطر جدا على الاطفال.
اخر حاجه هتبقى لطيفه قوي لو قدرتي ان انت تكون موجوده معاكي هو الايزي برا. ده بيخليكي ان انت تستخدمي الشفاط الكهربائي وتكون ايديكي ما تقدري تعملي بيها اي حاجه، مش هتضطري ان انت بتشفطي، لان بيكون بيتم التشفيط هنا زي ما انت شايفه كده بالطريقه الكهربائيه، وبتظبطيه انت في الاول وبعد كده بتبقي ده لابساه تحت الملابس وهو بيبقى تقدري تتحركي بيه زي ما انت عايزه، سواء استخدمتي جهاز كهربائي سنجل بناحيه واحده أو بناحيتين. يا رب تكونوا استفدتوا بالحلقة دي، واشوفكم على خير في حلقة جديدة.